ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا. بلا ما الاخوان الجوائز، مع الاسف يعني ما لعبت سوق امانة، والله سوق امانة يا اخي 44,000 يا جماعة الخير راح نختارها طبعا. طيب يا اخي يعني ما في ما شاء الله صار عندنا 70,000 غير التشكيلة اللي معانا. خلينا نشوف الشيك على المكافآت يا اخوان. 32 44 نفسها، طيب نفس المكافآت، سوق امها علينا. والله فجعوني يا اخي، يمكن في مكافآت يعني، يمكن اذا وصلنا ديفيجن 4. طيب يا جماعة الخير يعني شوف، هو الشيطان قوي يعني الكل عارف انه بلوتي موجود يا جماعة الخير من فور، والله ودي اجربه يعني شوف طاقاته يا اخي. صار الدربلينج يتحسن عنده، الرشاقة يعني اعتقد انه صار الباصات صارت عنده 73، اول كان نجله. ومارتنز يا جماعة الخير ارتفع سعره، كان في 60 عشان الفوت شامبيون. دائما وقت الفوت شامبيون نصيحة الوجه لا تشتري، وبعد الفوت شامبيون اشتري. فانا الان متورط يا اخوان، انا متاكد انه بعد الفوت شامبيون راح ينزل سعره. فخلينا نسوي نقمط على الفلوس. في شيء مهم راح يصير في نهاية الحلقة لازم تجلسون يا جماعة الخير نتفاهم فيه. يلا 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 لحقنا. واحد 18,000 ال دبليو، اوكي كودرادو ار دبليو شيل راح. ايوه لقينا كودرادو على مدري كم يوم. ايوه 27,000 هامسك، الله السلام يا سلام يا سلام، والله تشكيلتنا تطورت يا اخوان. والله الان يا جماعه الخير وسطنا صار مره جدا متكامل. عندنا هنا هذا الرجال شويت وممتاز وكذا، وهامسك كذلك يعني مره جيد وشويت وكذا، الهجوم كذلك. خلينا نشوف هذه التشكيله مضبوطه ولا لا. طيب يا اخوان قبل ما ندخل المباراه يا جماعه الخير، متجر عزيز يوفر لكم كوينز بالكميات اللي تبونها، آمن سريع في التسليم مضمون، متعدد طرق الدفع، التفاصيل تحت في الديسكريبشن. اوكي على بركة الله يا اخوان، او ماي جاد تشكيلة قوية والله. اي والله اي والله تشكيلة ممتازة يا لعيب. امشي يا واد امشي، سوي مهاراتك هناك عبد ابوك. امشي يا تعبان، سلام. يلا مرتدة مرتدة مرتدة، روح برزتش. كولوبالي يا عيال، كولوبالي النشبة، روح كبير. يلا مو هاي هو، كيف ضيعت هذه؟ انا الوضع بيض، تكفى روح يا كبير. يا سلام يلا يلا حرام كمل. الله ان شاء الله نقول، اي والله نقول، الله عليك يا مباراه صعبه. الرجال هذا ما حاشرني حاشر يا ولد، والله ما اصدق يا اخي. او ماي جاد وات ذا، شوف شوف الحمد لله. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. الله الله يا همسك يا سلام يا شيخ، انا افضل السبايكي حقك يا شيخ. الله 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 يا شيخ، الله عليك يا ميرتنز، يا مو ميرتنز، بالي ميرتنز اللي هو آلين. يلا 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 يلا، والله 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 خصم قوي يا شباب. كيف؟ كبير كبير، ولد ولد ولد، في لاك في لاك في لاك. يا سلام عليك يا اخي، شوف كيف هذا من اللاك من اللاك. الله عليك همسك يا مجنون، الله يلعن ام العيد حقي. الله يلا همسك همسك يا اخي، على بالي انه بيركونها ب يلا يوف. الله 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 يا سلام على الجول، يمين بالله جول مستحيل يا عيال. والله شوف 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 شوف، خلي يا اخي يا ولد قبل يا ولد، والله الله العظيم فاجأته، انا تفاجأت من نفسي. اما انا سجل هدف زي كذا الحمد لله قبل نهايه الشوط، رجعنا يا اخوان ليتس جو. لا يا اخي حرام سويتك انت الكل. بلنتي يس بلنتي يس 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 يس
يس يا رب اني ما ضيع، يا رب اني ما ضيع، يا رب. الله 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 يا بيرزيتش. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوه لا 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 لا، واو واو واو، عنده لعيبه والله، عنده لعيبه، فريقه قوي. سكت يا عيال سكت، هذول هم اقسم بالله خصوم، اقسم بالله ما عندهم ولا اي شرف. يلا اخر هجم، اخر هجم. يلا لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء. عموما نصحني احد اليوتيوبرز اللي هو اسمه ليدر، قال لي احمد يمديك تجيب فوق 300,000، تستثمر الفلوس اللي عندك وتجيب فيها تقريبا 300,000، يصير يمدينا نشتري ديبالا، ميرتن، نجيب نينجولان، وعشان لما نجي خصم ضدنا خصم زي ذا الزبال اللي قبل شوي لعبت معاه ما يقعد اذا يسوي التحديات هذه. واحد انت تلو الاخر، اوكي، الخمسه النادرون، المشتبهون السبعه، اهداف التشكيله، طلع منها باكيجات نفكها، بيع اللاعبين اللي فيها، نرجع مره ثانيه نستثمر بالفلوس اللي تطلع لنا من الباكيجات نفسها. الموضوع راح ياخذ وقت طيب، لكن استثمار مره رهيب. اعتقد ان الحلقه القادمه راح تكون تحدي بناء التشكيلات، على في تحديات غثيثه مره، اللي هو يقول لك لازم يكون عنده ولاء، ممكن هذا اللي اسحب عليها، لكن الباقيات غالبا اني بسويها، وراح افتح الباكيجات معاكم، وراح تكون حلقه خاصه بتحدي بناء التشكيلات، ونشوف هل يمدينا نستثمر بال 16,000 اللي معانا ونقدر نجيب فيها كوينز بحيث انه نطور تشكيلتنا اكثر. اعتذر يا جماعه الخير اذا كانت الحلقه قصيره، للاسف يا جماعه الخير بيلوتي وغوميز مع ميرتنز افضل بكثير من كودرادو، بيلوتي هداف ودائما متواجد، ميرتنز خفيف سريع يفتح معايا يجي معايا، اضطر اني ممكن في الحلقه القادمه نشوف ايش وضعهم بالضبط، اوكي؟ عموما وانا طفشت صراحه من التشكيل الايطاليه ودي اني اغيرها، بس الحلقه القادمه راح نشوف هل يمدينا نستثمر او لا. عموما يعطيكم العافيه، هل تشوفون انها فكره كويسه او نكمل على ما نحن عليه؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات، زر اللايك، تابعون حساباتي تحت، اشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. السلام عليكم.